نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم سواہ. یہاں سے آگ کے اوپر زبان کی ٹپ تھوڑی سی باہر نکال کے پڑھیں گے، نیم پر گرنا کریں گے، اور یہ جو واو ہے نا، اس کو پڑھنے کے لیے آپ اپنا منہ جو ہے وہ گول کر کے پڑھیے. واو سواہ. ہاں ایسے، اور واو کے اوپر کھڑی خبر ہے تو اس کو ایک حرکات لمبا کریں. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. من روحه وجعل. اب ہا کے نیچے کھڑی دیر ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا کریں گے، اور یہ الگ سے نکلے گا، اور یہ والا ہاتھ بھی منہ سے. صحیح. من روحه وجعل لكم السمع. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. اب یہاں پہ عف نہیں ہوگا، اف الف کی آواز، عین کی آواز. جی وہاں پہ قلقلہ کریں گے، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. والأبصار. لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، ول کر کے نہیں پڑھنا. والأبصار.
يولني والأبصار 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 ولني وال وال أبصار أبصار والأبصار 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 والأفئدة والأبصار والأفئدة 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 وال والأفئدة أفئدة والأفئدة والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأبصار 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 والأفئدة والأبصار والأفئدة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون ميم کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ گنا ہوگا قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والأبصار والأفئدة والأبصار والأبصار سيئنا باقي جي جي اب سيئ والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 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 تشکر کے پڑھیں گی تو وہ ظاہر ہو جائے گا قلقلہ ہو جائے گا قلقلہ نہیں کرنا تشکرون تشکرون ماشاءاللہ دوبارہ سے پڑھیں ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والأفئدة والأفئدة ما شاء الله شروع سے پڑھئے ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خيرا كثيرا